يكشف موظف أبل عن 11 خطأ يرتكبها مستخدم آيفون. عندما نشتري هاتفاً جديداً نكون منبهرين بمدى روعته، ولا يخطر ببالنا حتى أنه قد يتعطل يوماً ما، وفيما بعد نحدق بشاشته المعطلة غير قادرين على استيعاب ما حدث. يقدم الجانب المشرق لك 11 نصيحة من موظفي أبل ستساعدك على إطالة عمر هاتفك الذكي المفضل. لن تصدق كم من الأخطاء ارتكبت حتى الآن من دون أن تدري. 11. لا تستخدم سوى الشاحن الأصلي. لا يهم نوع الشاحن الذي تستخدمه طالما أنه يعمل، أليس كذلك؟ لا، هذا خطأ. في الواقع إن شحن هاتفك الآيفون بشاحن مقلد قد يلحق به ضررا كبيرا. ينبغي أن تكون شديد الحذر بهذا الشأن. حتى لو كنت تزور أحد أصدقائك بمنزله، دائما اسأله إن كان لديه شاحن أصلي. إن لم تفعل قد ينتهي الأمر بإصابة هاتفك بخلل يفقدك السيطرة عليه، ووفقا لبعض المصادر يمكن أن تسبب شواحن المقلدة اشتعال النار بهاتفك أو قد تؤدي إلى انفجاره. لذا لا تقع ضحية لإغراء أسعارها الرخيصة. 10. اترك دائما بمتناولك رقم الهاتف المرتبط بحسابك على iCloud. عندما يعمل هاتفك بشكل طبيعي يستحيل تقريبا أن تتخيل صعوبة العيش بدونه، ومع ذلك إن لم تكن حذرا بما فيه الكفاية فقد تجد نفسك في هذا الموقف. تذكر هذه القاعدة البسيطة: لا تقم بتثبيت أي تحديثات إذا لم يكن لديك رقم الهاتف المرتبط بحسابك. بعد إعادة التشغيل سيتوجب عليك كتابة رمز ما تم إرساله إلى رقم الهاتف ذاك، وإذا لم تفعل ذلك ستضطر للبدء بسلسلة طويلة من الإجراءات لاستعادة حسابك في متجر أبل. هذه العملية قد تستغرق فترة طويلة لدرجة أنك ستضطر لاستخدام هاتف آخر. يبدو أن الأمر ينطوي على قدر كبير من المشقة، أليس كذلك؟ لذا إذا كنت ترغب في تجنب ذلك لا تفرط أبدا برقم الهاتف، ويمكنك أيضا ربط عدة أرقام بحسابك على سبيل الاحتياط. 9. لا تغلق جميع التطبيقات في خاصية تعدد المهام. إن بعض الأشخاص ممن يستخدمون منتجات أبل يحرصون دائما على إغلاق جميع التطبيقات بافتراض أن ذلك يؤدي لتوفير الطاقة. حسنا، إليكم المفاجأة. في الواقع من الخطأ فعل ذلك، لأن التطبيقات الخلفية بحالة توقف مؤقت ولا تستهلك أي طاقة إضافية، أي أنها لا تؤثر على البطارية إطلاقا. ولو قمت بتشغيلها مجددا فإنها ستستهلك قدرا أكبر من الطاقة كي تبدأ بالعمل، وبالتالي فهذه العادة الشائعة تضر أكثر مما تنفع. 8. اختر الجراب الواقي الذي يغطي جميع المنافذ المهمة. في وقتنا الحالي يمكنك أن تجد العديد من أشكال الجرابات الواقية للهاتف في كل مكان، مزينة بشخصياتك الكرتونية المفضلة أو بعض العبارات التحفيزية أو صور المشاهير المفضلين لديك والعديد من الأشكال والصور الجذابة. ولكن من الخطأ أن تعتمد على الشكل فحسب عند اختيار جراب واق لهاتفك. يفضل أن تركز أكثر على الجوانب العملية عند اختيار الجراب الواقي. الجراب الذي يغطي المنافذ المهمة سيوفر عليك الحاجة لتنظيف هاتفك آيفون ويقلل خطر احتراق الشاحن لأن المنفذ لم يكن نظيفا. نعم، قد يصعب أحيانا نزع الجراب للكشف عن المنفذ، ولكن عندما تفكر في مزايا ذلك الجراب ستجده أفضل بكثير من أي أشكال جذابة. بالمناسبة يمكنك أيضا مشاهدة فيديو آخر لتتعلم كيف يمكنك إطالة عمر هاتفك. الأمر أسهل مما تعتقد. 7. أوقف تشغيل هاتفك في الطقس شديد الحرارة ولا تخرجه من جيبك في الطقس البارد. يجب أن تتقبل فكرة أن هاتفك آيفون لا يتحمل ما تتحمله أنت. رسميا يمكنك فقط استخدام هاتفك في نطاق درجات الحرارة ما بين 0 إلى 32 درجة مئوية، وللأسف إن استخدام الهاتف في أي درجات حرارة أخرى بخلاف تلك أعلاه فيمكن أن يؤدي إلى عواقب بالغة السوء. لذا إن كنت تخطط للقيام برحلة إلى جبل إيفرست أو صحراء جوبي، أولا وقبل كل شيء دعني أحييك على شجاعتك، وثانيا لا تأخذ هاتف آيفون معك.
ستكون بحاجة لجهاز أقوى. لنأمل أنه عند صدور آيفون 19S سيكون أكثر قدرة على تحمل البرد. نتمنى ذلك. 6. لا تترك هاتفك متصلاً بشاحن طوال الليل. هذه مسألة مثيرة للجدل إلى حد كبير، ولكن العديد من المجلات المتخصصة نشرت أنه إذا تركت هاتفك متصلاً بشاحن طوال ليلة كاملة فإن ذلك يقلل من عمر البطارية. وبالطبع من المغري جداً أن تترك هاتفك يشحن في المساء لتتمكن من استخدامه في الصباح ببطارية مشحونة بالكامل. ومع ذلك إذا قمت بفصل شاحن هاتف آيفون قبل أن يصل مستوى البطارية إلى 100% فإن عمر البطارية يمتد لفترة أطول مع أداء أفضل. وبالإضافة إلى ذلك يزعم خبراء كثيرون أن الهاتف يعمل بشكل أفضل عندما يكون مستوى طاقة البطارية ما بين 20 إلى 80%. حسناً، أعتقد أنه يجب علينا جميعاً أن نعيد النظر في عاداتنا لشحن الهاتف. 5. لا تترك البطارية غير مشحونة لفترة طويلة. يصعب تخيل أنك ستنسى تماماً أن تشحن هاتفك لفترة طويلة، ومع ذلك يجب أن تدرك أن ذلك يضر هاتفك آيفون. قد تتوقف البطارية عن العمل إذا لم تستخدمها لفترة طويلة، وعندما تحاول استخدامها مجدداً لن ترى سوى شاشة سوداء. وأيضاً عندما تشتري إصداراً أحدث من الهاتف لا تضع القديم جانباً وتقول سأستخدمه عندما أحتاج إليه. ننصحك بأن تجد طريقة لاستخدامه حتى مع امتلاكك لهاتف جديد. على أي حال لا تتخلص منه، أنت لا تعرف متى قد تحتاج إليه مجدداً. 4. لا تجعل الكثير من التطبيقات ترسل لك إشعارات. نحن جميعاً نرغب في الحصول على ردود فورية على أي من منشوراتنا، وأن نكون أول من يعرف كل الأخبار الهامة. ومع ذلك فإن توالي ظهور الإشعارات بصفة مستمرة سيجعلك مقيداً إلى هاتفك، كما أنها تستنزف البطارية لأنها تبقي الهاتف يعمل طوال الوقت لأنها تحتاج إلى اتصال مستمر بالإنترنت. كما أن الإشعارات يمكنها أيضاً أن تغضب من يحدثك بشدة. صدقنا، لقد اختبرنا ذلك بأنفسنا. لذا في المرة القادمة عندما تقوم بتثبيت تطبيق جديد فكر ملياً إذا كنت بحاجة لتلقي إشعارات منه أم لا. إن عدم وجود إشعارات مزعجة يحد من التوتر، وهذا سيجعل حياتك أكثر راحة وسعادة. 3. لا تستخدم خدمات تحديد الموقع طوال الوقت. دائماً ما تفاجئنا أخبار غير متوقعة من هذا القبيل. خدمات تحديد الموقع هي إحدى العوامل الرئيسة التي تؤشر على عمر البطارية بجهازك الذي يعمل بنظام تشغيل iOS. يمكنني الاختباء هنا، وهذه التقنية تستخدمها تطبيقات هامة مثل اعثر على آيفون أو الخرائط. ومن ناحية أخرى فقد يستخدمها من لا يحتاجون مطلقاً لخدمات تحديد الموقع وللحفاظ على العمر الثمين للبطارية. اذهب إلى إعدادات واختر الخصوصية، انقر على خدمات تحديد الموقع وقم بتعطيل هذه الخاصية لجميع التطبيقات غير المهمة، وبذلك تحمي البطارية. وإلى جانب ذلك سيكون من الصعب تتبعك. لا أقصد أنك بحاجة للاختباء من شخص ما، مجرد اقتراح. 2. قم بإعادة تشغيل هاتفك آيفون من حين لآخر. هناك سبب محتمل لتوقف هاتفك عن العمل يوما ما مع عدم استجابته للضغط على أي زر، وذلك السبب هو أنك لم تقم بإعادة تشغيله منذ فترة طويلة. وفي الواقع هذا شيء منطقي تماما. تخيل أن شخصا ما جعلك تعمل باستمرار دون أي راحة. أنا أيضا كنت لأتوقف عن العمل وعن الاستجابة لأي شيء. وعلاوة على ذلك يقول الدعم الفني بشركة أبل أن حل معظم المشاكل في جهازك بنظام تشغيل iOS لا يتطلب منك سوى إعادة تشغيله مرة واحدة في الأسبوع. الأمر أشبه بجلسة تأمل واسترخاء لهاتفك. دعه يحصل على قسط من الراحة ويستجمع قواه مجددا بحيث يواصل العمل بشكل صحيح لفترة أطول. 1. لا تشغل الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت واي فاي والبلوتوث باستمرار.
على الأرجح هذا هو الخطأ الأكثر شيوعاً لدى معظم مستخدمي الهاتف. إذا كنت أنت أيضاً ممن يفعلون ذلك دائماً، يجب أن تعلم أن تشغيل الواي فاي والبلوتوث مع عدم استخدامهما يهدر طاقة البطارية. الأمر أشبه بحنفية مفتوحة ويتدفق منها الماء، ولكنك لا تغسل الأطباق أو أنك قد انتهيت من غسلها لكنك لم تسكر الحنفية لتوقف تدفق المياه. تذكر أن جهازك يسعى دائما للاتصال بالخوادم لتحميل أو تنزيل ملفات منها لتوفير طاقة البطارية وإطالة عمر الهاتف. أوقف تشغيل هذه الخواص عندما لا تستخدمها. أي من هذه النصائح أثارت لديك أكبر قدر من الدهشة؟ أخبرنا في قسم التعليقات. لا تنسى أن تضغط على أعجبني وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك. ابق دائما على الجانب المشرق.